كابتن اشرف مساء الخير عليك. مساء الخير يا حبيبي. مساء الخير يا كابتن اشرف ومنور معانا على التليفون. مبروك ليك يا حبيبي البرنامج الجميل. الله يخليك يا كابتن اشرف. انت من الناس اللي ظهروني في نادي الزمالك. يا حبيبي ده انا عايز اقول لكم ان من احلى المباريات اللي عملتها في حياتي كانت مباراه مولوديه الجزائر. كان السبب الرئيسي في ظهوري بهذا المستوى هو اشرف يوسف. اشرف يوسف ما كانش يخلي حد يدافع معاه. اشرف يوسف كان من اكتر اللعيبه اللي شايل، كان يقول لك عنده رئتين، يعني اكتر لاعب من اكتر لعيبه في تاريخ مصر اللي بيجروا في الملعب اثناء اللقاء. كابتن اشرف احكي لنا القصه دي، يعني كابتن محمد يوسف ما طلع حكى قال ان انت يعني اتحسب فاول ليه، انت رحت خنقته في رقبته، هو بعدك بايده كده، فوجئ ان الحكم اعطاله كارت احمر. قولي بقى القصه. والله البدايه ان زي ما اتكلمت على موقف حسين عبد اللطيف، كابتن حسين عبد اللطيف فعلا الغضروف والقطع في الرباط الجزئي ده في الامامي انا صعب عليا نفسي، لان انا حسين كابتن حسين عبد اللطيف ده صديق عزيز عليا جدا من المنيا وفي الزمالك وساندني كتير. فانا فوجئت ان زعلت جدا ان الكابتن محمد يوسف الضربه من الخلف عملت اصابه جدا للكابتن حسين عبد اللطيف. هو حسين هو طالع الكابتن الجوري بيقول لي يا اشرف خلي بالك خلي بالك، فالكابتن الجوري لقاني الناحيه الثانيه، نزل الكابتن عصام مرعي ولقاني الناحيه الثانيه باك ليفت. الباك ليفت للامانه يا كابتن في هجمه علينا، انا فوجئت ان الكوره تحت رجلي بحاول اخدها، الجزمه بتاعتي ما جابتش الكوره فبعدت عني. انا محمد يوسف هياخدها على الجون. انا اتصممت اعمل فاول في التوقيت ده يا كابتن. انا انا اللي عملت الفاول في التوقيت ده. لان لما عملت الفاول ده يا كابتن الكره رجعت لي تاني، لقيت الكابتن محمد يوسف زي ما تقول هو اللي حط رجله بين رجليا ووقعني. فانا قمت بقول له ليه كده، بس ايديا انا ما اقدرش اقول لك ان انا خنقت ولا حاجه يا كابتن. ما بتحصلش مني خالص كده ابدا. يعني فكره ان انت خنقته من رقبته دي ما حصلتش؟ لا انا بنسبه كبيره ما حصلتش يا كابتن، لان دي لي 20 سنه في الموقف دوت. انا بقول بحاول بايدي كده بقول له ليه كده. فهو بعد ايده وراح مش كوره يا كابتن، ايديه فردت فجت في وشي. في التوقيت دوت الكابتن حسام حسن خدني في حضنه وقال لي يعني هو بيقول لي معلش معلش معلش. التوقيت ده يا كابتن اللي زمان عمال يشاور الحكم مش عايز يروح للحكم. فوجئت ان الكابتن هيفت نصار بيقول له ده الحكم عايزك، الحكم تجير على الحكم رجع اداله طرد. بس انا اتوقع ان كابتن محمد يوسف كان واخد انذار قبل الطرد دوت. الكوره بتاع محمد يوسف ما تستاهلش طرد مباشر. لكن بتاع حسين عبد اللطيف ده طرد مباشر، حتى بتاع ايمان ويلز برضه مع الكابتن ياسر طرد مباشر. لكن بتاع محمد يوسف ما تستاهلش. بس انا حسيت ان يوسف طلع مش معترض، يعني لو كملنا طلع عادي، يعني اللي هو مش معترض على الطرد. اراضي لان هو يعني كانه حاسس انه عمل حاجه. هو الكوره يا كابتن انا جت في وشي، بس انا ما اقدرش اجزم اقول لك ان انا خلقته، لا مستحيل اعمل كده، انا ما عملتهاش في حياتي سواء نادي المنيا او نادي الزمالك ما عملتهاش. بس هو ممكن يكون ايديا وصلت لعنده، يكون هو مثلا خد الموقف ده وقال ان اشرف اتخنق، لكن انا ما اقدرش اجزم يا كابتن والله. لكن ما اقدرش اقول لك ان طرد مباشر، لا هي فاول مني في الاول وبعدين هو عمل فاول معايا فانا عاتبته. ده الموقف اللي حصل بالظبط يا كابتن والله.